متتبعي ومتتبعات قناة بروف25، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في التمرين رقم 7 من سلسلة التمارين درس الدوال العددية. إذا التمرين يقول اعتبر الدالة F المعرفة كالتالي: F ل X تساوي X الجذر ديال X ناقص 1. السؤال الأول حدد ديد F. السؤال الثاني ادرس الفرع الشرجاني. إذا نبدأ بتحديد مجموعات التعريف. إذا تحديد حيز التعريف، إذا ديد اف تساوي ماذا؟ إذا اكس كتساوي الار، عندنا جذر، ما بداخل الجذر خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. إذا عندنا اكس دي واحد ناقص واحد الطرف الثاني تولي اكس أكبر من واحد، إذا دي ديال اف تساوي ماذا؟ تساوي المجال واحد زائد لا نهاية، أكبر أو تساوي للمجال مغلق. الآن غادي ندرسو الفرع الشرجاني. إذا باش ندرس الفرع الشرجاني خصني نحسب النهاية ديال اف بلس انفيني. إذا أول حاجة غادي نحسبو النهاية ديال اف بلس لانفين تساوي ماذا؟ ليميت ديال اكس الجذر ديال اكس ناقص واحد، اذا غتعطينا بلس لانفيني. غادي تقول لي علاش؟ نقولك لان حنا نحسبو النهايه ديال الجذر بوحديتها، لان الليميت ديال ما بداخل الجذر شنو هو؟ هو اكس ناقص واحد، اذا الليميت ديالها هو بلس لانفيني. إذا شنو كيعني هذا؟ إذا الليميت ديال الجذر إكس ناقص واحد كيساوي لنا بلوس لانفيني، وبطبيعة الحال الليميت ديال إكس راه هي بلوس لانفيني، إذا بلوس لانفيني في بلوس لانفيني كتعطينا بلوس لانفيني. إذا لقينا النهاية ديال الدالة في لانفيني عطاتني لانفيني، إذا هنا خصني نحسب إف لي إكس على إكس. إذا المرحلة الثانية الليميت ديال إف لي إكس على اكس، اذا هي الليميت ديال اكس الجذر اكس ناقص واحد على اكس. عندنا الامكانيه ديال الاختزال باكس، كيبقى لنا الليميت ديال الجذر اكس ناقص واحد، اذا هذه غتعطيني زائد لا نهايه. اذا الليميت ديال اف لي اكس على اكس زائد لا نهايه عطاتنا زائد لا نهايه. اذا شنو هو التاويل الهندسي لهذه العمليه هذه؟ التاويل الهندسي، اذا السائف يقبل ماذا؟ يقبل فرعا شرجميا. السائف يقبل فرعا شرجميا في اتجاه محور الأرتيب أو الأفاصيل. إذا مادام بلوس انفيني راه محور الأرتيب، كي كان عندنا صفر غيكون محور الأفاصيل، إذا في اتجاه محور الأرتيب بجوار يعني إكس، إن إكس سأقول يعني بجوار هنا بلوس انفيني.